أنت لك حق أن تحب، لك حق أن تنتمي، لك حق أنه توالي، لك حق أنه على أي حال تقتنع بأي شيء، ولكن ليكن حبك، قناعتك، انتماؤك، موالاتك أن تكون في أطار الدين، اجعل الدين. لذلك أمير المؤمنين عنده حكاية لطيفة: لا تعرف الحق بالرجال. نعم. الحق ما ينعرف بفلان وعلان، الرجال يعرفون، إنما يعرف الرجال بالحق. أنت عندك ضابط اسمه الحق، دخل الرجال في هذا، شوفه يطلع منه لو ما يطلع. الفلتر الحقيقي لتقييم الناس والأفكار والجماعات الحق. إذا قدر أن يطلع بمقاييس الحق فأنا خادمه وخادم الحق الذي هو فيه. أما إذا كان لا، والله ابن فلان وعائلة فلان، والله جميل ولطيف وخوش يغني وخوش يرقص وخوش عنده فلوس. قارون، ما قضية قارون هي قصة، في وقت إن شاء الله نتكلم عنهم. فتعالوا لنراجع أنفسنا في هذا الأمر، وهو أمر مصيري، أمر مصيري.